مساء الخير واهلا بيكم مشاهدينا وفقره جديده من عيش صح. عنوان فقرتنا النهارده هي السمنه وعلاقتها بمرض السكر، لكن اسمحوا لنا في البدايه قبل ما نبدا فقرتنا نرحب بضيف فقرتي، هو الاسم الكبير في هذا المجال، الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ دكتور جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. مساء الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا دكتور. النهارده هنتكلم على السمنه وعلاقتها بمرض السكر. عدد كبير جدا من الناس وخاصة في مصر بيعانوا من مرض السكر، وطبعا باختلاف الأعمار. دايما يا دكتور بتبقى المشكلة ان هم عايزين او رابطين ان وزنهم الكبير بان جالهم السكر، او اي حد وزنه كبير او وزنه عالي دايما بنقول ده اكيد عنده مرض السكر. واحيانا كتير في الكشف او لما بيجي حضرتك طبعا تعمل فحوصات او التحاليل تكتشف قبل العملية انه بيعاني من مرض السكر. طيب هل السمنة مرتبطة بالسكر؟ يعني السمنة هي اللي بتجيب السكر ولا السكر بيجي وبعدين هو اللي بيسبب السمنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة طبعا عايز أبسط الأمور لكل السادة المشاهدين فيما يتعلق ب يعني تحول مسارك علاج للسكر هو إزاي يعني، أو يعني أنا عندي مرض سكر وعايز أعمل عملية تضيع السكر ده خالص، هل أنا من الناس دول اللي هم هيستفيدوا ولا لا؟ خلينا نقولها، يعني نقول كل الحاجات دي في جمل واضحة، أنه كل الناس المصابة بالسكر هم عبارة عن نوعين أو مجموعتين. النوع الأول منهم بيكون دايما عنده نحافة مش سمنة. النوع الأول اللي هو بيجي في سن صغير، سكر نوع أول بيجي في سن صغير، دايما بيجي في الأطفال، بيكون البنكرياس مش شغال وبيكون عنده نحافة، ودول نسبة صغيرة جدا من إجمالي الناس المصابة بالسكر. يعني إذا قلنا مثلا النسبة قد لا تعدى 10%، قد تكون 5% كمان من الناس مصابة بالسكر من النوع الأول اللي هو ما عندوش أصلا وزن زيادة، ده نوع أول. والحقيقة طبعا عمليات السمنة غير مفيدة للناس اللي هم سكرهم من النوع الأول، إلا في حالة واحدة بس، سكر النوع الأول اللي ما عندوش بنكرياس شغال ممكن يعمل عملية سمنة لإنقاص الوزن لو عنده يعني وزن زايد، فيقوم ينزل وزنه ويقوم يقلل جرعات الانسولين اللي هو بياخدها بنسبه كبيره جدا، وبالتالي هي دي الحاجه اللي هيستفيدها ان هو يوقف مضاعفات السكر، يوقف كميه الانسولين اللي بياخدها الكتيره ويقلل الوزن. طيب ما زال ده يعتبر ادفانتج برضو اذا بصينا على الناس المصابه بالسكر كلها، ان فئه صغيره هي المصابه بالسكر من النوع الاول اللي عمليات السمنه ما بتفيدش فيه قوي الا في الناس اللي عندهم وزن زايد. طيب الأغلبية بقى من الناس المصابة بالسكر عندهم وزن زايد، دايما السكر بتاعهم نوع تاني، بمعنى انه البنكرياس شغال كويس قوي بس في مناعة انسولين. ده معناه ان الانسولين اللي واقف على الخلايا بتاعت الجسم مش قادر يدخل السكر جوه الخلايا، وبالتالي بيعرف المخ انه في نقص سكر، وبالتالي يخلي المصنع تاني اللي هو البنكرياس طلع انسولين بكمية اكتر، وبالتالي المصنع ده بيجهد، وبالتالي البنكرياس ده بيجهد اجهاد جامد ويتوقف تماما عن العمل بسبب مناعه الانسولين، لانه المكن بتاعه خلص او المكن بتاعه تعب، فعمال يطلع انسولين بكميات كتير. دي بقى اللي بتعالج فيه بعمليات تحويل المسار، النوع الثاني من السكر. طب انا اعرف ازاي ان انا سكري من النوع الثاني؟ دايما تلاقي عندك وزن زايد غير الوزن الطبيعي، قد يكون 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو، انت من النوع الثاني. النوع الثاني اعرف امتى انا عندي سكر من النوع الثاني؟ ان انا جالي السكر وانا سن كبير 20 30 سنه، ما جاش وانا عندي سنتين 3 4 5 اللي هو في السن اللي هو سن الاطفال. يبقى اذا انت عندك سكر نوع ثاني، لان سكرك من النوع الثاني لان جالك في سن كبير، البنكرياس بتاعك شغال، ابتديت على اقراص ما ابتديتش على انسولين، جالك في سن اكبر شويه. في تحليل كمان اسمه الانتيجات بيفرق النوع الاول من النوع الثاني. في تحليلات طبعا بنشوف كفاءه البنكرياس بالسي بيبتايد بالفاستنج انسولين ليفل، يعني في شويه فحوصات كمان مع عمليه بتساعدنا ان احنا يعني لو محتارين ما بين حاله نوع اول ونوع ثاني بنعمل شويه فحوصات ان احنا متاكد بيها من النوع الاول او النوع الثاني. لو انا اكتشفت ان انا وتاكدت ان انا سكر نوع ثاني، وغالبا دكتور السكر بتاعك المتخصص في علاجك اكيد عارف ان انت سكر من النوع الاول او النوع الثاني. لو كان الوزن زياده، كتلة مش لازم تكون وزن 200 كيلو عشان تعمل العملية عشان تنزل وزنك أو عشان تعالج السكر، لا ده أنت ممكن تعمل العملية بتاعتك كتلة جسمك 30 بمعنى أن أنت قد يكون ال 30 دول أنت وزنك 15 20 كيلو في الوزن الطبيعي، وتقسم وزنك على طولك مرتين طلع أكتر من 30 وسكرك مش مظبط تعمل عملية. هل أنا اللي بقول الكلام ده؟ لا، دي الفدرالية الدولية لجراحة السمنة الإفسو من 3 سنين في البرازيل أقرت ده
وقالت ان في هو في جراحه اصلا اسمها جراحات السكر او الميتابوليك سيرجري. دي علم موجود مش 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 من النهارده يعني، ده علم بقاله سنين، وده بيتعلق باجراء جراحات زي تحويل المسار لعلاج مرضى السكر. طيب يبقى اذا انا سكري من النوع الثاني ومش لازم يكون وزني زياده قوي، لا كتلتي يعني بقسم وزني على طول مرتين بيطلع رقم اكتر من 30، ببتدي اعمل عمليه تحويل المسار بتخلصنا تماما من السكر. اوكي طب احنا دلوقتي يا دكتور معانا تقرير هنطلع نشوفه وهنرجع تاني نكمل حوارنا مع بعض. خلينا نروح نشوف مع بعض التقرير اللي جاي ده ونرجع لكم على طول. مشكلتي انا بدات من 15 سنه يظهر عندي سكر من النوع الثاني، فبدأت أتدرج في استخدام أدوية السكر. حتى 10 سنوات وصلت إلى مناعة ضد كل الحبوب والمنظمات، وبدأ بعدها في استخدام الأنسولين. من المتابعة للنت ومتابعة عبر التلفزيون تعرفت على الدكتور كريم صبري وتواصلت معه عن طريق التليفون وشرحت له الوضع وإيش اللي حاصل بالضبط، فقال مشكلتك بسيطة وإن شاء الله تزورنا. وفعلاً عملت التحاليل المناسبة، كان عندي المتوسط وصل إلى 11 وبدأت تظهر علي آثار أو غيبوبة السكر بسبب الأنسولين، يعني وصلت إلى مناعة يتراكم الأنسولين في الجسم وبعدها مباشرة ينزل السكر فجأة، وكنت أصاب بغيبوبة السكر كنت أصل إلى ساعة إلى ساعتين. آخر يوم ما قبل العملية وصلت إلى غيبوبة السكر استمرت إلى 3 ساعات. بعدها سويت العملية بتاريخ 3/7. العملية ما استغرقت وقت ولا استغرقت جهد، يعني كلها تقريبا ساعتين بنج وعملية وإفاقة. فعندما طلعت من غرفة العمليات لم أصدق أن أنا سويت العملية، لأن جسمي مرتاح تماما ولا أشعر بأي تعب أو بأي جهد. فسألت المرافق تم إجراء العملية؟ قال تم الحمد لله. وزني من 90 نزل إلى 75 كيلو واستقر على هذا الحال. كنت أعاني من آلام في المفاصل، الصداع المستمر، وكنت عايش على المهدئات. والحمد لله من يوم طلعت من غرفة العمليات لم أستخدم حتى قرص بنادول أو برامول أو أي نوع من أنواع المهدئ. والحمد لله أمارس حياتي طبيعية وما فيش أي مشاكل. رجعنا لكم تاني مع الأستاذ دكتور كريم صبري ولسه بنتكلم على السمنة وعلاقتها بمرض السكر. طيب دايما يا دكتور لما بنيجي نقول سكر بنقول تحويل مسار، لكن طبعا دلوقتي تكميم المعدة برضو ناجحة جدا وبرضو بتساعد شوية في علاج مرض السكر أو خلينا كده نقول إيه التعافي منه أو تقليل الجرعات بتاعت الأنسولين. أختار تكميم ولا أختار تحويل، وبتختار مين فيهم على أي أساس؟ هي ترجع برضو للفحوصات وتاريخ المرض للسكر. يعني احنا طبعا لو عندنا شوية وزن والسكر بتاعنا خلال الخمس سنين الأولى بناخد إقراص، ماشيين على جرعات قليلة من الإنسولين وسكرنا من النوع التاني، التكميم بتقوم يعني بالعلاج بصورة كافية جدا، ما بنحتاجش لتحويل المسار. إذا كان السكر يعني في مراحله المتأخرة ابتدى يبقى فيه مضاعفات في الشبكية، الكلى، الأطراف، الإنسولين بجرعات عالية، السكر بقى لفترة كبيرة، تحويل المسار هي الأجدى والأفضل والأحسن يعني الأقوى في علاج يعني الناس اللي هم عندهم بقى الحاجات اللي احنا قلناها دي. لكن التكميم ما زالت من العمليات اللي هي تصلح يعني لعلاج السكر الخفيف يعني أو السكر في مراحله الأولى. إذا كان السكر ابتدى يزيد شوية لا تحويل المسار هي الأفضل، لأن هي الأقوى بتأثر على الامتصاص. التحويل هي الأقوى. طبعا. طيب دايما برضو يا دكتور من ضمن برضو الأسئلة الكتير جدا اللي برضو بتيجي على صفحة حضرتك على الفيسبوك في مركز دكتور كريم صبري، دايما بيبقى فيه جدال على التحويل بتجيب نتيجة أكتر. طب اعملي تحويل وتكميم مع بعض، تحويل وتكميم مع بعض ممكن حد يعملها؟
هقول لحضرتك هو دي عمليه تانية بقى اسمها الساسي اللي هي تكميم مع تحويل مسار. هي انفستيجيشنال لسه يعني تحت الفحص بقى لها 5 سنين. اول واحد عملتها في مصر يعني عندنا في جامعه عين شمس ونشرت عليها بحث دولي من 2016 اعتقد يعني لو انا فاكر كويس 2016. مش خطر يا دكتور؟ مش خطر بس نفعها على المدى البعيد. احنا عشان الاكل بمر في مصرين اتنين فاحنا مش عارفين يعني هيبقى قد ايه هيمر في خلال الوصله دي وقد ايه هيمر في الاثنى عشر. فلسه النفع بتاعها ان هي تقلل من ان احنا ناخد فيتامينات مش معروف. لكن هي ما بتضرش يعني عمليه يعني جميله وبتقلل ضغط المعده وسهله في اجرائها ويعني كويسه. بس طبعا لسه على المدى البعيد ما لهاش نتائج كبيره يعني حتى في المطارات هي بتاخد لسه مش ابروف ده قوي في الحاجات اللي بيعملها يعني حاجه تجريبيه. احنا انا اضمن ده ان شاء الله مش تبقى ما فيهاش ضرر لكن نفعها على المدى البعيد لم يثبت حتى الان برغم ان احنا يعني عاملين عليها سيريز كتيره جدا ولكن برضو النفع على المدى البعيد لسه غير مثبت. لكن هو التكميم ابروفد، تحويل مسار ابروفد، تحويل مسار الاثنى عشر ابروفد، كل الحاجات دي سيتلد يعني. طب ايه الدباسه الذكيه دي؟ انت الوحيد اللي بتستخدمها. الدباسه الذكيه دي الدباسه الذكيه هي دباسه الكترونيه طبعا بتدوس على زرار هي بتدبس وتختار سمك النسيج وتحدد على نوع الغيار وحتى هي بتدبس بسرعه معينه بتقلل تسريب النزيف لان هي بتستخدم الدباسات الثلاثيه او التدبيس الثلاثي تراي ستيبلر اللي هو فيه 3 ارتفاعات تقفل الشرايين الصغير والمتوسط والكبير. التعيين بتاعها 100% لان هي سوفت وير لا تقبل ان هي تستخدم في مريض تاني. فيها كل المميزات الحقيقه بس هي مشكلتها احدث تقنيات في العالم كله. اللي حجمنا في استخدامها الحقيقه انا نفسي استخدمها في كل الحالات ان هي لحد ما مكلفه شويه لكن انا اتمنى ان انا استخدمها في كل الناس يعني اتمنى يعني. طيب لو جالك حد يا دكتور عامل تدبيس معده، طبعا احنا عارفين ان التدبيس ده محرم دوليا ومبيتعملش خالص دلوقتي، بس في مراكز وفي ناس بتعملها على سبيل ان هم يعملوا انقاص وزن والتكلفه بالظبط كده بتكون قليله. لو حد عمل تدبيس وجاي لحضرتك وعايز يصلح العيب ده بتكميم او تحويل، تفضل تعمل له اي عمليه؟ وهل اصلا بتقبل ان انت تعمل عمليه اصلاح التدبيس ولا لا؟ طبعا ده يعني دي من الحاجه الاسبوعيه لان تحويل تدبيس المعده اتعملت يعني انا عايز اقول لحضرتك على ملايين الناس في مصر واحنا دلوقتي في المرحله اللي احنا بنصلح فيها تدبيس المعده. تدبيس المعده طبعا العيان بترجع طول الوقت منهم ناس بتصل الى انقاص وزن شديد بصوره مرضيه بنرجع لهم العمليه بنلغيها عمليه سهله جدا. او الناس اللي بقى عايزه تتخلص من الترجيع وتحافظ على وزنها ما يزيدش تاني بنعمل لهم تحويل مسار. دي بتجرى بالمنظار ما فيهاش مشكله. التكميم حلو جدا والتحويل حلو جدا وبيعملوا انقاص وزن بشكل كبير وطبعا خلينا نقول التحويل اقوى. التحويل اقوى في حاله لو احنا نصلح تدبيس المعده التحويل طبعا هي الافضل والاحسن والاقوى. خبره طبعا الطبيب وان حد يبقى معاه دكتور كريم صبري دي لوحدها امان تام طبعا. بشكرك جدا يا دكتور كريم على وجودك معايا النهارده في عيش صح وبشكرك على كل المعلومات اللي انت دايما بتقدمها لنا في كل فقره. مشاهدينا دلوقتي احنا معانا صفحه دكتور كريم صبري الفيسبوك بيج لاي حد عايز يتواصل مع دكتور كريم هي دي الصفحه بتاعته. كمان الكرو كامل بيرد على كل الاسئله اللي انتم بتسالوها 24 ساعه وطبعا عناوين مركز دكتور كريم صبري في المعادي المهندسين التجمع اسكندريه طنطا في كل مكان في القاهره وخارج القاهره وطبعا السياحه العلاجيه لاي في جميع الدول العربيه وكمان دول العالم. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه. كان معانا الاستاذ دكتور كريم صبري استاذ دكتور جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه في حفظ الله.